مالك مخلوع؟ مالك ما مرشحش؟ احنا خويا راه مع المولوعين كنتولعوا مولوع وماشي مخلوع. اليوم غنتولعوا مع خويا الرجوله والتعامل، الناس زوينين نقايا، صاحب صفحه رالف ايمانتي. الدري دار صفيحه ديالو مولوع من زمان، اليوم عنده واحد الرساله زوينه تخص الصفحه ديالو، راه كيدير فيها دروس، يعلمكم اي حاجه. خويا حشي راه ماشي. الله يحفظك خويا. واحد تحيه للجمهور، تحيه للجمهور ديالو، تحيه خاصه لخويا لوشيان كوجيم. سميتو عبد الحق لوشيان كوجيم. اللهم يسر. خاصه من سيدي عثمان. اللهم يسر. الله يحفظك خويا. بغينا نعرفوا دابا كايزر، كلشي كيقول كايزر كايزر كايزر. هاد الكلب ديالك ولد كايزر، شكون هو هاد كايزر؟ كايزر اخويا هو احسن لراس كاين حاليا في المغرب تقريبا. تقريبا من احسن لراس اللي كاينين في المغرب، والدم ديالو راه السلاله راه باينه. هذا ولدو وهذه بنت ولدو والسلاله غاده كحل بحال هكا. وشكون هو هاد خونا اللي عرفو غيطاقيه لينا؟ بغينا نعرفو اخويا. راك رونتي المغرب. الزيتوني. الزيتوني هو السي الزيتوني زريقه. رونتي المغرب ولد الدرب كبير، كلشي تيهضر عليك. فينك اخويا؟ فينك الصاحب؟ راه كلشي كيقول كايزر. اول كايزر ديال هاد خونا هذا. اول كايزر ديال هاد خونا. وهذا ولد كايزر. هذا ولد كايزر رالف. رالف. ميستر رالف. اوكي، الرسالة ديالك اخويا على الولاعة. خويا الولاعة راه ما نكذبش عليك، الناس العشاق هما اللي خاصهم يدوروا بالمالينوا. ايه راه الدم ديالها راه توسخ بزاف اخويا. الناس ما بقينا كنعرفهم من عاد من نشريو، بقينا كنعرفهم من عاد من ناخذوا البياس. وليش كتاخذ بياسة كتلقاها مريضة، كتجيبها للدار لأساس الصحة كتلقاها مريضة. كتاخذ بياسة كتلقاها على أساس أنها فيها المالينوا، كتلقى فيها المالينوا البيرجي ولا فيها المالينوا الهولنديز. خويا نقاو لينا السلعة، نقاو لنا البياس، راه المالين ورا قلالش في المغرب والناس اللي مولوعين. إن شاء الله ولينا في النتاو والله يرحم الوالدين، ما تبقاوش تجيو تضربوا مع أي واحد. حافظوا على السلالة. السلالة باش تبقى نقية بحال ما هكا. الناس اللي كانت كتاخذ، كنا كناخذها في واحد الوقيتة خويا حمادة بالثمن. آه. وكديبلاصا عليها وكتاخذها غالية بزاف. إيه. وكطلب. دابا واش كتاخذها ب 1000 درهم 900 800 درهم وشي حاجة كحلة راسو. كدو معاك يقول لك راه فلان كيبيع فيها غب 200 درهم 300 درهم. يعني ما بقاش المالينوا عشاقه. ودابا البياس ديال هذه تبيعو ب 300 درهم، وكاين الناس اللي عندهم بياس زوين احسن من هذه كاع وكيبيعو بسكينتو ب 500 درهم. يعني هذا السبب علاش راجع اخويا؟ خويا السبب راجع الناس اللي تيكوبلو مع اي واحد. ايه كتلقى مالينو مكوبلي مع بيرجي، ولا الكار ديال مالينو مكوبلي مع بيرجيه، ولا مكوبلي مع مالينو مع بيرجي نوار، ولا كيقول لك خويا راه مالينو هذه. ويعني ولاو كيتفلاو على الناس. وشكون اللي غيفرش هاد الشيء اخويا؟ حيت الناس كاملين ساكتين، المولوعين كاملين ساكتين. يعني حنا رسالتنا للمولوعين قولوا غير الحقيقه. الناس الناس المولوعين هما اللي خاصهم يفرشوا هاد الشيء هذا. الناس اللي عندو الدم مقصر هو اللي خاصو يفرش هاد الشيء هذا. حنا اللي مقصحين. راه ملي كتقلب على الكار ديال المالين هو زوين باش تكوبلي مع ناس زوينه، راه كيقول لك واحد خويا راه لقيت عند فلانه بالثمن. كتشوف كتلقاها مكاسيه من اللور مضروبه مع بيرجي حشومه، مضروبه مع مالينوا مع بيرجي نوار. شو ما خويا هادشي هذا اللي كيطلع؟ يعني انا الوقت كنبيع بالثمن واحد الوقت اخويا حمام. وليدات ديالك مولع، كتخرج لك وليدات كيتباعوا بالثمن. تبيع بالثمن وبنادم كيجي عندك من بعيد وكيدي بياسه زوينه وكيديهم معشقه فرحان. دابا وليتي انت كتقلب على الشاري وما كتلقاهاش، لان ولا واحد نطيح البق. نطيح البق كيلعب على انك عارف الدم اللي عندك، ورغم هما بجوج بياسات بالورقه ديالهم ولكن من غتجيو الهضره هذه شكون اللي غدو ما غيقول لك خويا انا كنعوض لك عليها كنلقاها ب 300 درهم 400 درهم. هذا هو المشكل. هذا هو المشكل اخويا. رسالتك للمولوعين واش ديروا شي جمعيه او يديروا شي حاجه؟ شكون اللي خصو يهضر على هادشي؟ خاص دار شي جمعيه ولا دار شي ناقه ولا دار شي حاجه اللي لقاو فهمتي. خاص الدم ديال هذاك يتحرر، خاص يطرى شي حاجه باش الدم ديالي يتحرر. كما سمعتوا الاخوان الاصليه من المالينوا اللي غنضربها مع اي كلب. خاص الدم ديال المالينو يتحرر اخويا. كما شفتوا الاخوان هذه كانت رساله ديال الاخ المولوع. كيفاش القصه ديالك مع الولاعه؟ كيفاش بديتي الولاعه اول مره؟ خويا الولاعه انا بدات عندي تقريبا نقول في 2015 2015 بدات عندي اول كلبه. ومن عاد كمل عاد مول كايزر نيت الزيتوني كان عنده ديك الساعه. طاقي ولينا اخويا الزيتوني كان عنده اوباما ديك الساعه، اوباما اللي كان اللهم بارك. تقديت نعدو اول كلبه، والكلبه اللي الدم ديالها ديال فيغو. فيغو اللي معروف في المغرب. شكون هو فيغو؟ فيغو كان عند واحد الدري والدرميله. ايه خديت انا بنت بنتو اللهم بارك. كانت واحد الكلبه زوينه من تما كيملك عندي الولاعه ديال المالي، ومن تما شديت ديك الكلبه عشقتها ربيتها
عشاق واحد الدري تاود درميله بعتالي لقيتو مول فيكو جدا يلا خديها من عندي سامي تما كيما داش عندي الولاء عندي المالين وانا كيف ما قال الاخ الكريم غدخلوا عنده الصفحه ديالو اخوان راه غنطاقيها لكم غادي نشوفوا كيعطي دروس كي بارطاجي المشاكل اللي كيعيش مع الكليبات ديالو باش الناس تاهي تولع معاه وتشوف حتى هو كيفاش كيعيش المشاكل ديالو. الصفحه ديالو راه رالف ايماندي دخلوا لها راه غنطاقيها لكم وراه غادي يدخل يكتب باش هو في اول كومونتير وغندير لها ايبين قلت انا غنحطها لكم في اول كومونتير اللي انا وكذلك غنطاقيها سميتها رالف ايماندي اخوان اللهم يسر كيف العاده كندورو عند الناس الزوينين ومازال غيكونوا فيديوهات مع الاخ الكريم الله يرحم والديك امين امين فيقوا اصحاب المالين والمولوعين الحقيقيين مابقاش تضرب مع اي واحد اخويا مابقاش تيجي عندك تضرب معاه لو كاش مالين وهم اصلا ما تقربش ليه اخويا ما تدورش به اللهم يسر الخوت كنتمناو انكم تدخلوا عند القناه ديالو الصفحه ديالو رالف ايماندي وان شاء الله راه خويا من الناس الزوينين زي العابدين الرجوله والتعامل ورسالتك الاخيره اخويا الرساله الاخيره اخويا ديالي اخويا حماده هو ان شاء الله ولينا في المالين ان شاء الله ولينا في الدم النقي باش حنا نعرفوا لما نبيعوا نعرفوا تي اللي بغينا نشريو من عاد من نشريو وتي اللي بغيت انا نكوبلو نبدل الدم ديالي نعرف نعاد مع من غنكوبلو معامل ماشي مع الوسخ فهمتي ماشي غنبقى ديما نضربش انا مع الدكاديه غنبغي واحد ناش انا نبدل الدم ديالي خاصني نقلب ولا تكير زوين زوين ما يمكنش نكوبل مع اي واحد كما غندير انا خاصني ندير اي واحد عنده اي نتوه ديال مالينوا اييه يقلب ولا تكير زوين يكوبلي معاه والله يسخر الامور سير لوح لي ملوب شي ضرب اييه لوح لي مشي شي ضرب وشي دويره يلا نشوفوا الاخوان يلا فوالا اللهم يسر اخوان اللي شاف شي حاجه يقول الله يسهل مولاها اللي شاف شي حاجه انا اخوان اجينا زيد اش افا سيبي حيدي مان اللهم يسر كما شفتوا الاخوان رالف احد احسن الكلاب تبارك الله كاينين بزاف ديال الناس مزيانين هذا واحد منهم اللهم يسر شكرا خويا زي العابدين دخلوا عنده الصفحه ديالو راه نطاقيها لكم في 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 الليان في مع العنوان وغتلقاوها كذلك في اول كومونتير اللهم يسر شكرا زي العابدين تحيه لك مولوع كبير الله يسخر لك الامور والله يعاونك اخوان مشاهدينا الكرام اللهم يسر الامور.